حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكدت وزارة الزراعة الحالية تشكيل لجنة لفحص ومعاينة الأسمدة الزراعية والتحقق من نسب الإشعاع فيها وصلاحيتها للاستخدام. وكانت وزارة الزراعة قد قالت في وقت سابق إن مادة السماد الداب هي عقد حكومي بين وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والمعادن، بالتزامن مع انتشار تقارير تحدثت عن أن مادة سماد الداب بها إشعاعات مسرطنة. أعلنت غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق 10 مليارات دولار خلال هذا العام. وبحسب الغرفة فإن الصادرات الإيرانية إلى العراق شهدت تراجعاً في النصف الأول من العام الإيراني الحالي بسبب بعض القيود المفروضة من الجانب العراقي، إضافة إلى تراجع موسمي في التصدير من الجانب الإيراني، مشيرة إلى أنه مع ارتفاع الصادرات في النصف الثاني من العام سيتم التعويض عن تراجع الصادرات. يواصل رصيد النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي انخفاضه، مسجلا تراجعا بأكثر من 121 مليون دولار خلال 3 أيام من الشهر الحالي. يأتي ذلك وسط قلق المتعاملين من تأثيرات ذلك بقيمة الدينار وقدرة البلاد على مواصلة استيراد المواد الأساسية. وقال خبراء اقتصاديون إن رصيد النقد الأجنبي لدى البنك المركزي يتراجع بنسق سريع ويشير إلى تواصل مسار انخفاض الاحتياطي. جمد الاتحاد الأوروبي أصولا روسية تصل قيمتها إلى 68 مليار يورو، معظمها في بلجيكا بحسب وثيقة مسربة للمفوضية الأوروبية. وتبلغ قيمة الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا 50 مليار يورو، تليها لوكسمبورغ التي تبلغ قيمة الأصول المجمدة فيها 5 مليارات و500 مليون يورو. وصف صندوق النقد الدولي الاقتصاد العالمي بالكئيب بسبب ارتفاع مخاطر الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل. وأشار الصندوق إلى توقعات نمو قاسية ستطاول غالبية الدول الكبرى في العالم حتى ما بعد عام 2023، مؤكدا أن النمو في الاقتصادات المتقدمة لن يتعدى 2.4% نهاية العام الحالي، ليتراجع إلى أكثر من 1% في العام المقبل، فيما تبقى توقعات النمو أو نمو الاقتصادات الناشئة والنامية على حالها خلال العامين المقبلين عند 3.7%. وهذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.